الرحمن الرحيم. في الفيديو بتاع النهاردة هنعلمكم طريقة رسم بطوط. بطوط من رسومات الأطفال اللي تنفع في حجر الأطفال، وتوم وجيري وميكي ماوس. واحنا قبل كده في فيديو سابق رسمنا ميكي ماوس خطوة خطوة للمبتدئين. اهو دي الخطوط بتاعت بطوط. بنرسم العينين، عين العينين، آية العينين، وبنعمل لان العين اهوت، وبنسيب نقطة بيضة طبعا. ناخد خط الخطوات دي بسيطة، واللي عايز يرسم بطوط ممكن يجيبها من على أي رسمة ويطبعها ويشوف ويحدد الخطوط بتاعتها. اهوت نرسم الرأس بتاع بطوط، وبعد كده هنرسم الكاب بتاعه. تقويس صغير وبعدين تقويس كبير اهوت. زي ما انتوا شايفين دي العلامة بتاعت بطوط اهي. والبق بتاعه اللسان اهوت. خلصنا راس بطوط، هنبدأ نرسم الجسم بتاعه. ده الايد اهو، ده الصابع، صوابع وزي ما قلت اللي عايز يرسمها ممكن يطبعها ويشفها. ويحدد الخطوط بتاعتها. بقيت بطوطة اهيت. وانا هنزل فيديوهات لتعليم رسومات الاطفال اللي هي بتترسم في حجر الاطفال. وقبل كده نزلت فيديو لرسم ميكي ماوس، وعايز تكتبولي رأيكم في التعليقات. وانا هرد على كل التعليقات. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. ده صراحة اللي بيشجعنا علشان نستمر. مستنيين منكم اللايك والشير والاشتراك في القناة.
ده دي البطوطة اهوت، هنرسم الرجل بتاعته بقى. ده الرجل اليمين اهي، ودي الرجل التانية اهي متنية اهي. خلصنا بطوط دلوقتي، والتلوين بقى ليه حرية بقى في التلوين. واسيبكم مع التلوين.